مصر شاركت دول العالم في فعاليات اليوم العالمي للطيور المهاجرة، واللي بيقام هذا العام تحت شعار الماء استدامة حياة الطيور. اليوم ده بيرتبط بموعد هجرة الطيور واللي بتنطلق في بداية الصيف وبداية الخريف. خلينا نتعرف أكتر على اليوم العالمي للطيور المهاجرة والدور اللي بتلعبه مصر لحمايتها من دكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا فندم. يعني خلينا في البداية نعرف من حضرتك أكتر عن اليوم العالمي للطيور المهاجرة. الفكرة ابتدت إمتى؟ بدأ تثبيت اليوم ده الاحتفال بالطيور المهاجرة أو الطيور بشكل عام إمتى؟ طيب، العالم بيحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجرة مرتين في السنة، في السبت الثاني من شهر مايو والسبت الثاني من شهر أكتوبر، اللي هما خلال هجرة الخريف والربيع تقريبا. احنا في موسم هجرة الخريف حاليا، بيبدأ من شهر 8 لشهر 11 من نصف الكرة الشمالي لنصف الكرة الجنوبي. والعودة يمكن احنا لو اتكلمنا على منطقتنا، منطقة مصر مثلا وتربط أفريقيا وأوروبا بأوروبا وآسيا، العودة بتكون من أفريقيا لأوروبا وآسيا في الربيع من شهر 2 لشهر 5. الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة ده حملة توعوية قامت بها الأمم المتحدة من الثلاثينات، والهدف منها كان نشر الوعي وتعميم الثقافة العامة بضرورة حماية الطيور في مسارات هجرتها، لأنها تنتقل من بيئات لبيئات أخرى بتواجه صعوبات ومشاكل طبيعية ومشاكل من صنع الإنسان في مسار رحلة طويلة جدا تمتد لآلاف الكيلومترات. فكان من الأهمية بمكان رفع الوعي بأهمية التنسيق بين مختلف دول العالم تحت مظلة مثلا الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها معظم دول العالم، زي اتفاقية الأنواع البرية المهاجرة مثلا اللي بتخضع للطيور المهاجرة لحماية هذه الأنواع في مسارات هجرتها أثناء رحلة الذهاب والعودة. طيب، إيه اللي قدمته مصر لحماية هذه الطيور في رحلتها في الذهاب والعودة؟ طب ده سؤال طبعا محوري في النهاردة وإحنا بنحتفل. مصر موقعها الجغرافي فريد جدا بتربط قارات العالم القديم اللي هي أوروبا وآسيا مع أفريقيا. هي جسر بري بيربط القارتين أوروبا وآسيا مع أفريقيا، عشان كده ليها موقع استراتيجي فريد في رحلة الذهاب والعودة للطيور. بيمر عبر مصر كل سنة حوالي 500 مليون طائر في عدة مسارات، في منها بيقطع البحر المتوسط مباشرة اللي هو أكتر من 1000 كيلو في رحلة مباشرة ما بتقفش، وفي مسار هجرة البحر الأحمر والأخدود الإفريقي العظيم اللي هي فيه اللي هو فصيل الطيور الحوامة اللي بيهاجر فيه اللي مش بيقدر يعدي الموانع المائية الكبيرة. فمصر فيها بيئات كتيرة جدا، فيها البحيرات الشمالية على ساحل البحر المتوسط، فيها نهر النيل، فيها الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، فيها جبال البحر الأحمر، فيها تنوع كبير جدا من البيئات اللي هي بتخدم الطيور. طب مصر عشان موقعها الفريد بقت منطقة استراحة ومنطقة عبور. يمكن 500 نوع من الطيور مرصود في مصر، حوالي 350 مهاجر و150 نوع مقيم في مصر بصفة مستديمة. مصر طبعا يعني موقعة على اتفاقيات دولية، اتفاقية الأنواع البرية المهاجرة واتفاقية التنوع البيولوجي، وعندنا القوانين المحلية الوطنية اللي هي قانون البيئة وقانون المحمية الطبيعية. كل الإطار التشريعي والتنظيمي ده طبعا وضع مصر في مكانة إن هي لازم تحمي الطيور بصفة خاصة والتنوع البيولوجي بصفة عامة. عندنا في مصر 30 محمية طبيعية منتشرة في كل أنحاء مصر بتمثل 15% من مساحة مصر، أكتر من 150 ألف كيلومتر مربع. تمام، فدي مساحة ضخمة جدا فيها بيئات كتيرة بتوفر بموجب القانون الحماية الطبيعية للطيور. إنما في أراضي تانية بره المحميات الطبيعية مهمة جدا للطيور، مناطق عبور حرجة ومناطق استراحة كمان، زي منطقة مثلا جبل الزيت في منطقة ساحل خليج السويس، دي منطقة إقامة مشروع طاقة رياح، فدي منطقة عنق زجاج أو منطقة مهمة جدا وفي نفس الوقت منطقة خطر على الطيور ولازم نعمل فيها مشروعات. فدي منطقة خارج المحميات ولازم مصر تقوم بإجراءات معينة لحماية الطيور. لو اتكلمت على الإجراءات اللي عملتها مصر لحماية الطيور هتكلم في حاجات كتير جدا. هتكلم مثلا على مشروعات الطاقة، زي ما بدأنا كده مشروعات الطاقة في ساحل خليج السويس، ده أهم مصدر متجدد لطاقة الرياح على مستوى العالم سرعة واستدامة. فكان الاستثمار في هذه المنطقة مهم جدا للبلد. صحيح. إن احنا نعمل مشروعات وطنية واستثمارات أجنبية بدأت تدخل مصر بمليارات الدولارات للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة يعني مرتبط بتغيرات المناخية، تمام، مرتبط في نفس الوقت كده بحماية الطيور، ان احنا بننشئ محطات طاقة رياح في مسار هجرة الطيور. محطات طاقة الرياح كمان مرتبط بيها خطوط نقل الكهرباء عشان تنقل الكهرباء. صحيح. فبقى في عائقين دلوقتي، محطات طاقة الرياح اللي ليها توربينات بتلف في مسار هجرة، تاني اهم مسار على مستوى العالم. مسار هجرة الطيور الحوامة ده تاني اهم مسار ليها على مستوى العالم، وفي كمان خطوط نقل الكهرباء.
مصر عملت نموذج ريادي على مستوى العالم اشادت به كل البنوك الدوليه وكل المؤسسات الدوليه التمويل الدوليه، ان احنا قدرنا نوقف التربينات اثناء هجره الطيور في الربيع وفي الخريف باستخدام رادارات وفرق بحث متخصصه بتقف في داخل محطات طاقه الرياح، لما بيحصل خطر معين على الطيور ارتفاع وانواع بنقدر نوقف بعض التربينات بعض الوقت. فاحنا عملنا ايه؟ عملنا ما نأثرش برضه على الانتاج. بالظبط، عملنا حاجتين، وفرنا الفقد في الكهرباء، انتاج الكهرباء معظم لاقصى درجه، وقللنا الفقد بدرجه كبيره جدا في فقد الطيور، وبنعمل برنامج لرصد الطيور النافقه كمان. فالعالم اللي هو اللي بيمول مشروعات القطاع الخاص والقطاع الحكومي كمان زي البنك الدولي وبنك الاعمار الاوروبي وبنك التعمير الالماني وخلافه اشاد بالتجربه المصريه وقال ان هي احسن تجربه على مستوى العالم في حمايه الطيور في مسار هجره الطيور الحوام. ده نموذج، وبرده خطوط نقل الكهرباء في تعاون كبير جدا بين جهاز شؤون البيئه وهيئه الطاقه المتجدده وشركه نقل الكهرباء في حمايه الطيور في محطات طاقه الرياح وخطوط نقل الكهرباء. بنعلم خطوط نقل الكهرباء بعلامات، وفيه مخاطبات كثيفه بين شركه نقل الكهرباء وجهاز شؤون البيئه عشان نبعد عن مسارات هجره الطيور، ننشئ سلوك الكهرباء وخطوط الكهرباء بعيدا عن مسارات هجره الطيور. تمام، ده نموذج في مثلا مصر اللي عملته. نموذج ريادي تاني جدا مرتبط بالشعار السنه دي اللي هو الميه استدامه حمايه الطيور، اللي هي بحيرات الاكسده، بحيرات الصرف الصحي المنتشره في كل المحافظات في مصر واللي بتقع في مسارات هجره الطيور. عندنا في شرم الشيخ نموذج اللي هو بحيرات الصرف، دي بحيرات ميه بتجمع الصرف من الفنادق والقرى السياحيه وحتى السكن الموجود، وتعالج معالجه اوليه تمام باستخدام الهواء والاكسجين ودرجات الحراره. ده طبعا ده في مسار هجره الطيور الحوامه، فبالطبع بقى منطقه استراحه رئيسيه للطيور، الميه يعني استراحه وغذاء وشرب، وده اهميه الميه على في يعني شعار السنه دي للميه، ان احنا يعني ما نقدرش نعيش من غير ميه. فبطبيعه الحال الطيور اللي بتهاجر الاف الكيلومترات عايزه تستريح وعايزه غذاء وعايزه ميه في نفس الوقت. ففي شرم الشيخ كان نموذج اللي هو البحيرات الصرف دي بتتجمع حواليها عشرات الالاف من الطيور في موسم الهجره، وبتشرب من الميه دي، ميه ملوثه بطريقه ما بدات تنفق اعداد كبيره من الطيور. المشروع يعني مشروع الطيور الحوامه كان بيستهدف قطاع الطاقه والسياحه. انما انا اشتغلت في شرم الشيخ فتره كبيره، كنت مدير محميه راس محمد، فعارف ان في مشكله كبيره هناك، فاشرت للموضوع ده في المشروع عندنا، وبدانا نهتم بإعادة تأهيل المنطقة لجعلها صديقة للطيور ونسوق لسياحة مشاهدة الطيور. طبعا شرم الشيخ مدينة خضراء، مدينة مستدامة، يعني عندنا مشروعات وبرامج ضخمة لجذب السياحة البيئية لشرم الشيخ والبحر الأحمر، فكان من الأهمية بمكان احنا نهتم بمكان زي كده موقع ونعظم سياحة مشاهدة الطيور. مش عايز أقول لك المكان ده يعني اختتم أخيرا بزيارة دولة رئيس الوزراء في قبل مؤتمر مناخ السنة اللي فاتت، ووزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء ووزير السياحة ووزير الإسكان زاروا الموقع ده، وهو مكان ملوث، يعني مكان المفروض مكان صرف صحي، بقى مكان دلوقتي بيسوق ليه إن هو سياحة مشاهدة الطيور، بتباح فيه رحلات مشاهدة الطيور. بدأنا يعني كان فيه امبارح اتصال من وزارة التخطيط عشان نقدم النموذج ده في الإمارات في مؤتمر مناخ كوب 28 اللي هو مشروع حماية الطيور في محطات صرف في شرم الشيخ. فدول نموذجين بس مصر قدمتهم في حمايه الطيور في مسارات الهجره. طيب يعني انطلاقا من نفس النقطه يا دكتور، برضو في جزء كبير الحقيقه وقطاع كبير مهتم جدا بسياحه عامه، السياحه الطبيعيه، واللي بيبقى جزء منها متعلق بفكره مشاهده الطيور او هجره الطيور. احنا بالنسبه لنا هنا في مصر ازاي نقدر ان احنا نعظم الاستفاده من هذا النوع تحديدا من السياحه، ونقدر ان احنا نجذب سائحين مهتمين بهذا النوع من السياحه تحديدا؟ طبعا ده سؤال اقتصادي عظيم جدا، اقتصادي وبيئي في نفس الوقت. من زمان من اكثر من 20 سنه كانت السياحه قائمه على السياحه التقليديه اللي هي المعابد والاهرامات واللي هي السياحه الشاطئيه، سياحه المعابد والاثار، يعني سياحه الاثار. انما لما كان عندنا البحر الاحمر بالشواطئ والشمس والطبيعه، بدانا نهتم بسياحه البحر الاحمر، ودي سياحه معتمده على البيئه، هي يعني مش شرط تكون سياحه بيئيه، بس هي سياحه معتمده على البيئه. عشان نعمل سياحه بيئيه لازم السياحه دي توفر عده اهداف وتحقق اشتراطات معينه، منها حمايه البيئه. يعني السائح جاي يعمل سياحه بيئيه في مصادر طبيعيه ومؤثرات طبيعيه لازم يحمي البيئه، سواء بيئه بحريه او بيئه بريه. مصر عندها يعني تنوع كبير جدا في البيئات، وعامل جذب للسياحه البيئيه كبير جدا، وعندنا مشروع في وزاره البيئه متخصص في السياحه البيئيه، مشروع السياحه البيئيه عشان نعظم مختلف السياحه البيئيه. السياحه البيئيه ليها انماط كتير جدا، في مثلا سياحه الغوص، سياحه الشعاب المرجانيه، في سياحه تسلق الجبال،
سياحه المشي، سياحه المهمات الطبيعيه، سياحه الطيور، مشاهده الطيور. فاحنا عندنا في مسار هجره الطيور يعني في البحر الاحمر مثلا اللي هو اكتر من نص السياحه اللي جايه مصر جايه شرم الشيخ والغردقه. فاحنا عندنا يعني اسباب عظيمه جدا ان احنا نسوق لسياحه مشاهده الطيور. في الحقيقه مصر بدات تهتم بهذا النوع من السياحه بالتعاون مع وزاره السياحه. وزاره السياحه هي اللي بتسوق من خلال هيئه تنشيط السياحه لسياحه مشاهده الطيور، وبالفعل في مؤتمرات دوليه بتقام بدانا نسوق لهذا المنتج. بدانا ندرب المرشدين السياحيين على سياحه مشاهده الطيور. دربنا اكتر من 100 مرشد سياحي في جنوب سيناء على ازاي يعرف ويصنف الطيور. يعني انا سايح جاي، يعني خلينا نقول ان السايح اللي جاي ده لو هو سايح بيه بيبقى قاري كويس جدا، هو رايح فين صح وفاهم وجايب معاه الكتاب والنضاره بتاعته. لو ما لقاش يعني اللي هيرشده هو جايب برنامج سياحي معين صحيح. لو فيه تسويق وفي حد فاهم في المنظومه السياحيه اللي جاي فيها وعارف ان هو في موسم الهجره هيقول له ان في عندنا مكان فيه عشرات الالاف من الطيور واقف، بالفعل هنسوق ويدفع سياح الطيور ده او سياح البيئي بيقدر يدفع اكتر بكتير جدا من السياحه العاديه. لان يعني هو سائح متخصص شغوف بيهتم ان هو يطلع رحلات متخصصه عشان يشوف نوع او انواع معينه من الطيور. فبالفعل بدانا نسوق للموضوع سياحه مشاهده الطيور، ومصر فعلا بدات تهتم بهذا الموضوع وبدا فيه مهرجانات كبيره جدا تتعمل في مصر في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. طيب ايه ابرز الانواع اللي بتيجي مصر في موسم الهجره؟ طيب انا قلت في 500 نوع تقريبا من الطيور. في الطيور المائيه اللي بتعدي البحر المتوسط زي مثلا السمان وانواع من البط، ويعني الوز برضو وانواع البلاشونات. انما في انواع الصقور والنسور، دي طيور الحوامه واللقالق، دي انواع مهمه جدا لان هي عددهم قليل وفي منهم مهدد بخطر الانقراض. فكمان الفلامينجو يعني من الطيور اللي شكلها جميل جدا وتحت جناحها الوان بتمثل علم مصر، في الوردي والاحمر والابيض، موجود في البحيرات الشماليه وموجود في الفيوم وموجود في ملاحه بور فؤاد. ففي انواع كثيره جدا وتنوع كبير من الطيور موجود في مصر في مختلف البيئات. طيب دكتور، بقينا بنشوف الحقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي كتير جدا ناس بتلاقي حالات بتسمى بحالات الانقاذ للطيور، حتى بيبقى في طيور مش معروفه اصلا، الناس ما بتبقاش قادره ان هي تتعرف عليها. التصرف السليم مع الطيور دي ايه؟ طيب ده بالفعل بيحصل بصفه مستديمه، وفيه منصات التواصل الاجتماعي بتقدم النموذج ده، وده بيعكس الوعي اللي بقى عند الناس ان هو لما يلاقي طائر مصاب ولا طائر يعني مجهد بيبلغ المحميات الطبيعيه، ممكن جهاز شؤون البيئه الخط الساخن. احنا كمان يعني المشروع عندنا ليه موقع على الويب سايت. يعني ممكن يكون مثلا طائر فقد السرب بتاعه مثلا؟ طبعا ممكن يعني يتكسر رجل طائر مثلا او جناح طائر نتيجه اصطدام او نتيجه اجهاد، فبالفعل او سقط في المايه مثلا نتيجه تعب. في بعض الطيور الحوامه زي ما قلت لحضرتك بتبقى الناس بتبقى موجوده عند ناس بتعملها معامله صعبه شويه، فبرضه بتبقى في وضع يعني صعب. ده حقيقي يعني، خاصه موضوع الصقور يعني صحيح. الثقافه ان الصقور لها ثمن وبتتباع، فبعض الناس ممكن تستغل الفرصه دي اثناء الصيد، او طيور متعبه ومجهده بتحتفظ بها في البيوت. طبعا ده ضد القانون، واحنا بنحاول نوعي الناس ونزود ثقافه الناس ان دي طيور ليها اهميه كبيره في البيئه، وبنحاول نخفف الضغوطات على صيد الطيور في مسارات هجره الطيور. طيب احنا بنعمل برنامج للسياحه، وبنقدم هذا الموضوع عن مصر للخارج، بنقول لهم ان مصر مهتمه بالطيور الحوامه وبتحافظ على مسار هجرتها. ده ممكن يكون انعكاساته ايه غير في قطاع السياحه؟ طبعا المجتمع الدولي بيهتم بالطيور لان هي ليها اهميه كبيره جدا، ومصر موقعها اتفاقيات دوليه. غير السياحه طبعا مصر يعني التزامها الدولي ناحيه حمايه الطيور بيعكس يعني اهتمام الدوله بتطبيق الاتفاقيات الدوليه وتطبيق القانون على حمايه الطيور. فالعالم بيهتم بحمايه الطيور في مسارات الهجره انها مش طيور يعني بتخص دوله معينه، انما بتعكس اهميتها على مستوى العالم كله، الناحيه البيئيه والاقتصاديه والثقافيه والتعليميه. فاحنا مش سياحه بس انما اقتصاد، انما كمان الاتفاقيات الدوليه يعني بتشجع الاستثمارات في مصر. يعني مثلا محطات طاقه الرياح، تخيل لو مصر مثلا ما كانتش حطت في اعتباراتها حمايه الطيور في محطات طاقه الرياح، البنوك الدوليه كانت هتقول مش هنستثمر في مصر في القطاع هذا القطاع، لان الطيور بتموت في هذا القطاع. وده بالفعل ده اللي حصل على ارض الواقع. كل البنوك الدوليه كانت بتكلمنا في جهاز شؤون البيئه وتقول انتوا عملتوا ايه عشان تحموا الطيور، وقولوا لنا الاعداد اللي ماتت في محطات طاقه الرياح في جبل الزيت. عندنا تقارير وبنقول لهم الطيور اللي ماتت قليله جدا، فبداوا يشجعوا القطاع الخاص انه يستثمر. فبدا ده نوع من الاهميه المباشره اقتصاديا يعني.
طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور أسامة الجبالي مدير مشروع طيور الحوامة، نورتنا يا فندم في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا يا فندم.